صباح الفل على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال. أنا إيمان عزيزة، وزي ما احنا متعودين كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 على الهواء مباشرة، وحلقة جديدة من سكة السلامة. وحشتوني جدا 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 من الأسبوع اللي فات. حلقتنا النهاردة ممكن تكون وقعها شوية صعب على بعض المشاهدين، يعني لأن محتواها ممكن يكون يعني يضايق ناس شوية، وممكن الناس التانية ممكن يعني يبقى عندها مشكلة، ويبقى ألقينا الضوء على المشكلة دي. فقرتنا الأولى الاجتماعية هنتكلم فيها عن يمكن جريمة أو يعني وقعة أسرية ممكن يعني يشيب لها الولدان زي ما بيقولوا. يعني هحكي لكم قصة بسيطة كده. قصتنا النهاردة عن طفلة ذات 7 سنوات، والدتها المفروض ان هي لضيق ذات اليد مضطرة ان هي تنزل تشتغل وعلشان تقدر ان هي تكسب قوت يومها. البنت ذات ال7 سنوات ديت مامتها بتسيبها عند جدتها، وبتسيبها يعني فترات طبعا طول فترة الشغل، وبعد كده بترجع لها مرة تانية عشان تاخدها. لقيت البنت بعد فترة شوية كده البنت منزوية ومنطوية ومش عايزة ان هي تروح عند جدتها مرة تانية، وتفاقم الوضع وابتدى ان هي البنت كمان تبقى يعني حالة من الحالات الهستيرية، وان حالة من حالات الرفض التام ان هي تروح عند جدتها. لما الام اخذت بالها وابتدت ان هي تمسك البنت وتقررها كده زي ما بيقولوا ايه اللي حصل، او انتي مش عايزه تروحي عند جدتك ليه، فابتدت البنت تقول انا خاله يا ماما بيعمل معايا حاجات عيب، او بيلمسني في اماكن انتي منبهه عليا ان انا يعني محدش يقرب منها. طبعا بنتي 7 سنوات اكيد يعني شبه نص يعني فاهمه ان طبعا ده ما ينفعش او ما يصحش. ابتدت الام تحاول ان هي يعني تاخد موقف، راحت للخال عند الجده طبعا وواجهته، وللاسف اعترف ان هو فعلا بيلامسها، ويعني اعترف ان هو فعلا يعني تحرش بيها لدرجه ان هو ممكن يكون وصل الحد بيها للمواقعه الجنسيه. تابوهنا النهارده اللي هنتكلم فيه هو زنا المحارم. فقرتنا التانية الفقرة الطبية هنتكلم فيها عن تجميل الأسنان وكل ما يخص جمال أسناننا. تعالوا بينا نطلع فاصل صغير ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا في سكة السلامة. زي ما نويت لحضراتكم في الانترو ان احنا النهاردة هنتكلم عن زنا المحارم. زنا المحارم بيعتبر جريمة مخلة بالشرف، وخصوصا ان هي بتصدر من اقرب الناس، من المأمن اللي المفروض ان انا ما اكونش خايفة منه ان انا اسيب ولادي معاه، سواء كان اب او عم او خال او اخ احيانا. فللأسف الشديد حاجة بتبقى يعني في منتهى الصعوبة، وللأسف محدش بيبقى ممكن واخد باله منها بسهولة. النهاردة هنتكلم باستفاضة أكتر عن زنا المحارم، وإزاي نقدر نواجه الظاهرة دي مع دكتور ياسمين جمال، دكتوراه في الصحة العقلية وتطوير السلوك. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بيكي. أهلا بيكي. أهلا وسهلا. في البداية زي ما حضرتك سمعتي كده إحنا النهاردة كلامنا عن زنا المحارم، عايزة أعرف من حضرتك إيه هي الدوافع النفسية اللي ممكن تؤدي لارتكاب هذا الفعل المشين. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية هو زي ما قلتي ان الموضوع فعلا هي جريمة. تمام. وبيجرمها الشرع وبيجرمها المجتمع، وحتى يعني النفوس الطبيعية بتجرمها. أكيد. بس الفكرة في الدوافع النفسية، الدوافع النفسية دي هي بتبقى بين دافع الغريزة نفسها مع دافع الضبط، يعني فاهماني ازاي؟ فكل شخص احنا يعني ممكن في علم النفس بنقسم الناس ل9 انماط. تمام. كل نمط فيهم بيبقى ليه طريق الدافع النفسي بتاعه في اثناء ارتكاب زنا المحارم ديت. يعني في ناس مثلا الدافع النفسي بتاعها ان هو بيكون محسوك قوي في حياته، فحاسس بضغط نفسي معين، ف
عاوز يعني ينطلق ناحية الحاجة دي، هو بيحس كده انه مرتاح. في شخص بيبقى عنده دافع الشهوة عالي جدا، ما عندوش اي مبادئ، فمش حاسس بالسيطرة، غرايزه فيروح هي اللي يعملها محركاه. بشكل كبير. في واحد تاني بيكون مثلا بيعمل الحاجة دي عشان يحس بالامان، يعني يروح تمام. مثلا لطرف، ممكن يكون الطرف ده بنته، بنت اخته، هو حاسس بالامان مع الشخصية دي. او بمعنى اصح مش خايف ان هو ان هي مثلا، او بمعنى اصح هيقرها ان هي ما تقولش. ما تقولش تمام. في برضو مثلا برضو الداعس، هي كلها بتبقى ريليتد او بترجع للغريزة، ويعني لخبطة في الفطرة بتاعت الشخص بتسبب له اضطراب نفسي اساسا، تمام. فبيبقى مفيش ضبط، ضبط بقى اه ما عندوش ضبط خالص داخلي، هي بتبقى بين كفة الغريزة وكفة الضبط. يعني تقصدي حضرتك ان هو بيبقى ما عندوش الكنترول، او ما عندوش ان هو يقدر يضبط نفسه قوي، فبيحاول ان هو يعملها ومن غير ما يفكر عواقب الامور ايه. ممكن خالص البنت تروح تقول لامها، او ممكن تروح تقول لابوها ان هو ده بيبقى حصل. شايف كده انه هي يعني انا واحد، انا شخص مضطرب نفسيا، عندي دافع، الدافع ده ممكن يكون حتى ان احس ان انا في الفترة دي، انا دلوقتي حاسس ان انا مضطرب، عايز حد يحبني، اها فهقوم منطلق ناحية مفيش ضبط، مفيش ضبط للشهوة، مفيش ضبط اخلاقي، مفيش ضبط شرعي، ما عنديش اي حاجة، او بمعنى تاني ما عنديش وعي. كل الضوابط اللي هي او المحرمات ساعتها بتبقى خلاص بالنسبة له متلغت من ما عقله. هو انا بقى ما عنديش قيم، ما عنديش حاجه جوه خالص، كل اللي تمام عندي ان انا عندي غريزه، وكمان ما عنديش ضبط، ما تمام عنديش ضوابط ليها، فهعمل ايه؟ فهقوم رايح بقى. طيب دلوقتي لو انا عندي عايزه اعرف ايه ممكن الاسباب اللي ممكن تخلي شخص زي ده يعمل حاجه زي كده. ساعات بنسمع ان بنقول مثلا ايه، لبس الام او الاب بيبقى يعني ممكن يكون نوع من انواع خارج عن الحدود المألوف بيها، او اللي الدين سمح بيها، او اللي المجتمع سمح بيها قصادهم. هل فعلا ده ممكن يكون سبب؟ ولو في اسباب تانية يا ريت حضرتك تذكريها لنا. بصي، هو انا برضو هقول لك على موضوع السبب ده، هو ده مش سبب رئيسي ومش هو ده السبب الكبير. تمام السبب الكبير هو في الموضوع ده هي فطرة الشخص نفسه، تمام تمام، لخبطة فيها. تاني حاجة، بصي، من واحنا صغيرين يعني احنا بنفتكر ان البيبي الصغنن ده، البيبي النونة اللي هو اللي الرضيع هو لسه رضيع. ده، ما بياخدش حاجة في عقله، لا، هو حتى يعني شرعا دي حاجة موجودة في الشرع بتاعنا، لما يكون في تبدأ العلاقة الحميمة بين الزوجين، من الأفضل خروج الطفل بره تمام الغرفة، لأن هو ده بياخد في الانكونشنس مايند أو في العقل اللاواعي بتاعه البروسيس أو العملية بتحصل إزاي. لانه اكيد شافها بعينه، فممكن حتى لو هو مش مدرك او مش فاهم فاتخزنت في الذاكره برؤيه. تمام. تاني حاجة، فإحنا لازم نخرج الطفل ده بره، دي أول حاجة، ده سبب من تمام أسباب، حتى لو هو رضيع. حتى لو هو رضيع، لأن هو الرضيع ده بياخد، يعني تمام الرضيع ده بيخزن. بياخد الحاجة دي. تاني حاجة عندنا، لازم نعلم ولادنا، بصي، التربية هي أساس كل حاجة. تمام أنا لما يبقى عندي طفل كلكم مسؤول، يعني كل واحد فينا مسؤول عن الرعية بتاعته، تمام كل واحد فينا مسؤول، أنا أم في بيت لازم يكون عندي مسؤولية ناحية ولادي في التربية أكيد دي بالذات. تمام أنا لما أجي أربي ابني، أنا دلوقتي خلاص ده من أول ما بقى رضيع، طيب كبر شوية، كبر شوية بقى في المدرسة، اكيد جنبه بنت، صح، بيبي صغننين، كي جي 1 وكي جي بالضبط 2 صغنطتين، طيب هو راح ضرب البنت، تمام خلاص احنا عندنا عادي، دول هم اطفال، لا هم مش اطفال، هو ستك انت بتربي البيبي من هو ولد صغير تمام على حاجات معينة، هو يعني تقدير قيمة البنت نفسها يعني لازم اوجهه من هو صغير جدا جدا، ان ده ما ينفعش، او ده يعني حبيبي ما غلط. تلمسش بنت، ما تضربش البنت، روح قول للتيتشر ده ولد، خد حقك منه، لكن عند البنت روح قول التيتشر اللي موجودة في هيتربى المكان، او جواه في اللاوعي بتاعه ان ايوه هو البنت خط احمر. خط احمر. تمام شوفي ازاي من بدايتها، شايفة التربية تطلع ازاي، تمام كبر شوية بقى مثلا، دخل بقى سن المراهقة وسن ال14 ال14، 15 انت في السن ده في ال13 12 13 بتعدي زوج، تمام تمام، فاعدادك للزوج ده لازم يعني تغرسي فيه قيمه قيمتك انت كأم، كمرأة، تمام كأنثى، تمام فاهمه ازاي؟ يعني في المرحله دي هتلاقيه هو مادام طلع هو بالطريقه دي، هتلاقيه هو بيحترمك انت من جواه، ماما دي ست،
لازم احترمها. بيبقى ليها نوع من انواع القدسيه كمان شويه. ايوه انا ما اجيش جنبها، اختي ما اجيش جنبها، ما ينفعش. برضو احنا عندنا في المجتمع المصري او عامه في المجتمع العربي انا شفتها، اللي هو البنت تعمل كل حاجه لاخوها. لا على فكره هي مش لازم تعمل كل حاجه، تعمل حاجه اللي هي عايزه تعملها يعني لأخوها. بنربي من الاول خالص قيمه البنت قصاد الولد. الولد يعني انت لازم سواء كانت اختك سواء كانت امك، فدي ليها قدسيه معينه انت مخلوق عشان تحافظ عليها. برافو عليك. تاني حاجه احنا كده جينا لموضوع التربيه. اذا طلعنا البروسيس دي او الخطوات دي بالشكل ده، انا اتوقع يعني اقول لك 90% ان الولد ده هيبقى بيحترم الانثى او الانثى اي انثى بقى. ده هو خلاص هو اتربى في اللاوعي بتاعه اي خلاص. انثى. تمام. حتى كمان يعني انا بقول برضو في الفتره برضو في تربيه الولد في السن ال 13 لازم يفهم طبيعه البنت. يعني ده الفتره دي بيبقوا عايزين بقى يخشوا كابل ومش عارفه انا بحب وانا معجب بيتلمسوا بعض زي ما بيقولوا، او مش فاهمه يعني ازاي؟ ان هو عايز اعرف البنت اكتشاف، ايه عايز يكتشف ايه الطرف التاني. ونفس بالظبط. الحكايه برضو للطرف البنت، احنا مش بنقول الموضوع لا القصه مش في الولد بس، لان البنت كمان الاتنين. لازم. لان هو يعني زنا المحارم ممكن يطلع من سيده، مش شرط بالظبط يطلع من بالظبط، ده راجل. حقيقي وبيحصل كتير على فكره، والنسبه الاعلى كمان انها ساعات بتحصل من سيدات. ايوه فاهمه. فلازم هي كل واحد يفهم احترام ال 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 الكيان بتاع الرجل او احترام الكيان بتاع المراه. بالظبط. فلازم ده من التربيه. انا لما اجيب ابني واقول له خلي بالك مثلا حبيبي البنت ليها طريقه معينه في التعامل، خلي بالك انت مثلا، ده اربي عنده بقى الوازع الرقابه، الرقابه الذاتيه. خلي بالك يا حبيبي البنت ما ينفعش نعمل معاها كذا، انت دلوقتي عندك اختك ومامتك، ده هيرجع لهم بعد هيرجع كده لهم تاني. فخلي بالك. فابدا ازرع بقى الرقابه الذاتيه. شوفي هي بدايتها تربيه. تمام. احنا مش لوحدنا ام واب، في بقى الاعلام. طيب احنا حضرتك معانا دلوقتي مداخله. اهلا. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك فضيله الشيخ زكريا السهاجي من علماء الازهر الشريف ومفتش عام بوزاره الاوقاف، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك عرفت موضوعنا النهارده، احنا بنتكلم عن زنا المحارم، عايزين نعرف من نعم. حضرتك حكمه وحكم المترتب الولاده المترتبه او الابن المترتب من زنا المحارم. يا ريت حضرتك توضح لنا النقطه دي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اولا الزنا بذوات المحارم اعظم اثما من الزنا بغير المحارم. تمام. لما فيه من القطيعه والاذى والاعتداء على الرحم المامور بصلتها، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الزاني بالمحارم يقتل مطلقا، يقتل. سواء كان محصنا أو غير محصن. أو غير محصن. وهي رواية عن أحمد رحمه الله والجمهور على أنه يحد حد الزاني فيرجم المحصن ويجلد غير المحصن 100 جلدة وإن كان اسمه أعظم. يعني حكمه حكم الـ 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 المحصن. تمام؟ نعم حكمه حكم المحصن. تمام. والزاني بذات محرم كأخته كزاني بغيرها لعموم الأخيار. وعنه أن الإمام أحمد يقتل زاني بذات محرم بكل حال، أي محصنا كان أو لا، قيل له والمرأة، قال كلاهما في معنى واحد. يعني شامل كمان المرأة حضرتك. تمام. والمذهب ما تقدم يعني أن الزنا بذات المحرم كغيرها، أي اختلف العلماء في حكمه، فيهم من قال يقتل كان محصن أو غير محصن، وفيهم من قال يجلد كحد الزاني. وقال طيب حضرتك دلوقتي ساعات بينتج عن هذه العلاقة، لأن بعض العلاقات بتبقى يعني للأسف بتبقى طولت، وساعات بينتج عنها حمل، والطفل الناتج عن علاقة غير شرعية زي دي بيبقى حكمه إيه وبينسب لمين بالظبط؟ ما هو حكم الطفل هذا ما نبت من حرام فهو حرام. تمام. ولكن نسبه يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير النسب، وفي الغالب في هذه الأحوال أمور لا تظهر على السطح، بمعنى تمام. يعني لا تظهر على معرفة الحقيقة، ولكن هينسب لمن كان هو سببا في وجوده. سببا في هذا الوجود، يعني فاعل الزنا نفسه، فاعل الزنا نفسه الصادر من فعل الزنا نفسه. تمام يا فندم. تمام. طيب احنا بنشكر حضرتك جدا جدا الشيخ زكريا السهاجي من علماء الازهر الشريف ومفتش عام بوزاره الاوقاف، شكرا لحضرتك على المداخله الكريمه. تحت امر حضرتك يا فندم.
ميرسي جدا. برجع لحضرتك مرة تانية، وعايزة أسأل حضرتك، هل انشغال الأب والأم في طبعا كسب لقمة العيش وغيابهم الرقابي على الأسرة، هل ده سبب فعلا إن هو ممكن يحصل فيه يعني الجريمة الأسرية دي؟ طبعا هقولك ليه. برضو هنرجع تاني للأول، إنه المسؤولية، انا كأم وأب انا مسؤولة عن تربية اولادي، تمام تمام، مسؤولة اني احط قيم، مسؤولة اني افهم شرع، مسؤولة اني ابين الحلال والحرام، مسؤولة اني ابين القيمة. هي دي المشكلة، القيمة، قيمتك. احنا حتى بنكبر، يعني احنا بنشوف في العيادة ناس بتيجي مش عارفة قيمتها، مش عارفة قيمتها كسيدة، مش عارفة بالظبط. قيمته كراجل، هي كمان مش عارفة قيمة الراجل، هو مش عارف قيمة الست. هي دي من الصغر، هي دي مسؤوليتي انا. انشغالي انا بوجهة نظري لا يبرر التربية، لا يبرر التربية. لانه انا اربي، لان دي مسؤولية، وكمان انا مسؤوليتي ان انا اشتغل وعشان اوفر عيشة كريمة لاولادي. لازم ابص للناحيتين، اعمل تمام. بالانس بين طيب احنا الاتنين. معانا مداخلة كمان. اهلا وسهلا. معانا مداخلة من القس رفعت فكري الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا أهلا بحضرتك، دورتنا جدا ومداخلة كريمة. احنا شكرا بنسأل جزيلا. حضرتك دلوقتي عن زنا المحارم، عايزين نعرف حكم زنا المحارم في الدين المسيحي وما ينتج عنه من أطفال. الحكم برضو حضرتك يا ريت توضحوا لنا في الدين المسيحي عبارة عن إيه؟ هو الحقيقة الكتاب المقدس سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد نظم العلاقات الزوجية، ولكن المشكلة إن في بعض الناس بينظروا للمرأة نظرة دونية، مش بيتعاملوا مع المرأة على اعتبار إنها شخص كائن لابد أن يحترم، لكن بيتعاملوا مع المرأة على اعتبار إنها وعاء لممارسة الجنس. تمام. وبالتالي ده بيؤدي إلى هذه النظرة الدونية للمرأة بتؤدي إلى حدوث زنا المحارم. السيد المسيح في تعليمه عن الزنا كان بيتكلم وبيقول كده: سمعتم أنه قيل في القديم، يعني في العهد القديم، إنه ما ينفعش إنه يكون في زنا، لا تزني. أما أنا فأقول لكم إن كل من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. السيد المسيح اعتبر ان مجرد النظرة الشهوانية للمرأة هي في حد ذاتها زنا، وبالتالي الزنا محرم، الزنا خطية، الزنا شر. مش بس الزنا الفعلي، لكن حتى النظرة الدونية للمرأة، النظرة الشهوانية للمرأة، السيد المسيح اعتبرها خطية واعتبرها بمثابة الزنا. فمن باب احنا اولى زنا المحارم هيكون اقوى كمان. طبعا طبعا. تمام. وبالتالي احنا محتاجين يعني نعلم الناس ان المرأة كائن عاقل، أكيد. المرأة كائن لابد ان يحترم، المرأة انسان كامل مثل الرجل تماما، لا تقل عن الرجل في شيء. وبعدين احترام بقى العلاقات الزوجية في الإطار السليم وفي الإطار الصحيح. أكيد. إحنا بنشكر حضرتك جدا على مداخلتك الكريمة القس رفعت فكري الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط. ميرسي لحضرتك جدا على مداخلتك. شكرا لحضرتك. شكرا، ألف شكر. برجع لحضرتك مرة تانية. أهلا وسهلا. أنا ساعات بيبقى فيه بنات أو ولاد برضو، بس هي غالبا بتيجي الشكوى عادة من البنات، بتروح تشتكي لأمها: انا ماما حصل كذا كذا كذا، مثلا فعل مشين، سواء كان من اخ او من اب او من خال زي ما انا ذكرت في القصه الاولانيه. فبتبتدي الام تاخد رد فعل اكتر من المفروض الطبيعي، وساعات بتنكر على البنت، وساعات بتلومها على ان هي السبب في هذا الفعل. التصرف الامثل في حاله زي كده ايه؟ التصرف الامثل هو لازم يكون، شوفي حتى في القران الكريم فيه الحكم. الحكم ده على فكره مش موجود بس في الخلافات الزوجيه، الحكم ده حاجة كبيرة جدا، وأنا أتمنى أنه يتفعل في المجتمعات وفي الأسر. لازم الأم تروح لحد حكيم، لحد قوي في أسرتها. إذا ما لقيتش حد توقف حد، لازم تاخد الموضوع في محمل الجدية. بالظبط. سواء حتى لو هي حاجة قالت لها، مثلا حب يشوف أي حاجة، مثلا يرفع حاجة، أبسط حاجة، مش بس ان هو يعني عمل حاجه، لا، ده هو لو هي بس قالت حتى النظره، بصلي نظره، لو حست بنظره يا مش مامي كويسه، انا مش مستريحه منها، تمام، شوفي هي اقل حاجه.
لازم الأم الأب دي بقى من أساس مسؤولياتهم، من تمام. أساس المسؤولية اللي رب اللي سيدنا محمد قال عليها واللي الدين كل الشرع قال عليها، أنا من مسؤوليتي إن أنا بنتي قالت لي كده أنا لازم آخد خطوة، بالظبط، وخطوة ما بحكمة، تجاهلش. بحكمة. فاهماني ازاي؟ ليه؟ لأنه دي احنا مش بنتكلم على حد غريب، ده احنا بنتكلم على حد هو صلة دم. تمام. ولازم البنت أو الولد اللي تعرض لحاجة زي كده يشوف الحقيقة دي بتحصل قدامه. ليه؟ لأنه بالظبط. الطفل أو البنت أو الولد أو الراجل بيكون في حالة تروما، يعني بيجيله زي صدمة. ليه؟ لأن ده حد قريب، المفروض إن دي ده حد قريب مني بيديني أمان. بالظبط، لأن فلما هو ده اتصدم صدمة قوية. لازم بقى أنا كأم آخد فورا السكند ستيب على طول. بنت قالت، سواء بقى أنا مصدقة أو مش مصدقة، لازم آخد الخطوة. اسال، وبعدين انا يعني احسن من ان انا ما اسالش، ما اسالش، والدنيا تبقى خلاص برافو. ليه؟ لان اتقفل هو عليا. الشخص الطرف التاني المعتدي في حاجتين هتحصل، لو انا البنت كانت بتكذب هو برضه هياخد باله، او لو البنت مش بتكذب هيخاف يقرب لها مره تاني، او بالظبط. الولد. يعني احنا بنتكلم على الاتنين، سواء بنت او ولد اتعرضوا للموضوع الزنا معنى المحرم، كلام ان احنا خدنا بالنا وهنقف. بس كده. فهو تمام. هيخاف، هيقول لك لا دي بتروح وده صدقوها، فلا هبعد. طيب، ساعات البنت نفسها بتبقى خلاص هي الام خلاص رافضه تماما ان هي تصدق، هل فعلا ان هي مسموح لها انها مثلا ممكن تسيب البيت وتروح مكان تاني، او تلجأ لمين في الحاله زي كده لو الام رفضت لو خالص؟ الام رفضت تلجأ للي بعديها، تلجأ لخالتها يعني قصه ان انا لعمتها. اسيب البيت وامشي دي مرفوضه. لا، تسيب تمام. بيتها وتمشي. انا هقول لك في حاله ايه، عشان لو الاب هو الاساس او اخ تمام، اللي هو ومفيش، متواجد في نفس المكان على طول. ما تعرضش البنت نفسها. لا، لازم البنت تاخد موقف، تمام. فاهمه ازاي؟ او تاخد تروح تقعد عند عمتها، عند جدتها، عند خالتها. لازم تاخد موقف، لان هي لو سابت نفسها لحاجه زي كده هتكبر. انت عارفه طبعا بعد ما بيكبروا او في سن معين تلاقيهم بيخشوا توجهات بقى، انحرافات لا بتبقى يمكن اكتر بكتير. تتخيليها، او يروحوا للنفس المثليه، يروحوا للنفس بالظبط. زي طبعا بعضهم، اكيد. او البنت تبقى عايشه في تروما ومش قادره تتكلم. مش قادره تحلها. طيب، عايزه من حضرتك بقى في عجاله سريعه نصيحه للاباء الامهات، ونصيحه كمان للاطفال اللي موجوده، اللي احنا بنقدر نوعيهم ازاي لو تعرضوا لموقف زي ده يتصرفوا ازاي. تمام. في عجاله كده، الاب والام لازم يعرفوا قبل ما يتجوزوا اي اتنين، ان هم لما يجيبوا اولاد، الاولاد دول ليهم حق عليهم كبير جدا، ان هم يربوهم، يزرعوا فيهم القيم، يزرعوا فيهم القيمه بتاعتهم هم ككيان في الحياه، يزرعوا فيهم الاخلاق، ويزرعوا فيهم الشرع، سواء تمام. دين مسيحي او يهودي او مسلم. كلنا بنرفض الحاجه دي، لازم تتزرع. فطرة كمان مرفوضة، تمام، بفطرتنا مرفوضة. نهائيا تمام. طبعا. تاني حاجه، اتمنى التوجهات تبقى في المدارس وفي في اي حته للاطفال، الحاجات التوعويه. بصي، كل ما بيبقى فيه وعي كل ما بتبقى الحياه اسهل واكيد لو زرعنا فيهم وافضل. ان انت ما تخافش انك انت تقول، تقول. صرخي، يعني يقول لك البنت انا اتكسفت اصرخي، صرخي. نعلم وما الولاد تخافيش. يعبروا، نعلمهم يطلعوا اللي جواهم، نعلمهم انه انت جسمك مقدس او انت جسمك مقدس وبتاعك لوحدك. وبتاعك، فما ينفعش خالص ان حد يجي يلمسك. وفهموا اللمسه، فهموا اللمسه الحلوه، اللمسه الشريره، النظره، ما هي بتبان الطاقه جوه البني ادم، تمام. بتبان في عينه، بتبان في لمسه وفعلا ايده. ده دور كمان المدرسة، كمان ده مش طبعا عيب ان هو يحصل في دور المدرسة. المدرسه ودور الاعلام ودورنا احنا كاسر، يا ريت ترجع الاسر تاني زي ما كانت زمان، يبقى بنعلم في ونربي. بنعلم ونربي ونحب، يعني يا أكيد. ريت نحب ولادنا ونحب أكيد. نفسنا، علشان خاطر يعني الموضوع ده هو متفشي جدا يعني، ويستحق النقاش. لان الناس كتيره بتتكسف، واحنا يعني موضوع حلقتنا دايما عن الناس اللي بتتكسف انها تسال في حاجات معينه. انا كمان ليا يعني حاجه عايزه اقولها هنا، انه لازم من نحط الجنس او السكشوال في مكانه الصح. الصح. لازم نفهم الولاد يعني ايه سكشوال لايف، بالظبط. يعني ايه ده بيحصل ليه، ايه اكيد. الضوابط بتاعته، ازاي احكم نفسي، ازاي اقدر اطلع، وامتى اطلع وامتى اخبي. بالظبط. ليه؟ لانه احنا للاسف بنعتبر ان الحاجه دي عار، والحاجه دي هي مصدر طاقه في الحياه،
الله سبحانه وتعالى خلقها مش علشان تضايقنا ولا ان احنا نستخدمها خلقها لنا غلط. عشان خاطر نستمتع بيها في حياتنا ونوصل بيها لبر امان وسكه سلامه. انا في نهايه لقائي مع حضرتك ميرسي. سعدت جدا بلقائك، شكرا جدا. ومبسوطه بالمعلومات اللي حضرتك قدمتيها لنا دكتوره ميرسي، ياسمين ربنا جمال، يخليك. دكتوراه الصحه العقليه وتطوير السلوك، نورتيني. ميرسي، ربنا يخليك. شكرا جدا، انا اللي بشكركم على ميرسي جدا، اختياري، وشكرا جدا ليك. ميرسي ميرسي جدا جدا، لحضرتك. شكرا جدا. في النهايه بنقول ان جريمه زنا المحارم جريمه مجتمعيه، الاب والام دورهم اقوى من اي حد ان هم يحتووا ولادهم، يعلموهم ويربوهم ويزرعوا فيهم السلوك الدين. بعد كده الولاد لازم يتعلموا حاجة مهمة جدا جدا جدا، اوعى تخاف او اوعي تخافي انك لو تعرضت لأي انتهاك جسدي انك تصرخي وتقولي انا بيحصل لي مشكلة. ما تخافيش، في ناس وراكي وفي ناس هتحميكي، وما تقلقيش. تعالوا بينا نطلع فاصل صغير ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا.